لما كنت أخذ العلاج الكيماوي ما كنت واعية على حالي، بلشت أوعى بعد ما خلصت العلاج الكيماوي للدنيا، تغيرت نظرتي للحياة. هلا الشغلات اللي كانت تهمني صارت كتير سخيفة حاليا. فأنا بحب أحكي لكل ست، بدي أركز على الستات يعني الأمهات، إذا عندك صحتك وحياتك وبتاكلي وبتشربي نامي وعايشة بصحة سليمة معافية أنت وولادك، أشكر يا الله على هالنعمة ولا تتبطل. لا تخلي الشغلات السخيفة مثل انك مش قادر تسافري هي معضله. في شغلات في الدنيا اللي بحاول احكي انه الدنيا فيها شغلات اهم من الموضه واللبس مش عارفه، في شغلات يعني اهم، يعني حياه الانسان وصحته هي كثير مهمه. يعني هلا انا مش مستعده اجي اتخانق معك على سبب سخيف، ولا مستعدة ولا عندي استعداد أدخل بنقاش أحكي عن ناس، ولا مستعدة يعني أركز على حالي على طلعة أو على سفرة أو على شيء. بدل مش كل شيء بالفلوس، الفلوس بتروح بيوم وليلة والصحة بتروح بيوم وليلة. أهم إشي إنه الوحدة تشكر الله على النعمة اللي هي فيها. يعني أنا اللي كان يزعجني إنه في كتير أمهات كان يزعجهم انهم يقوموا يدرسوا اولادهم اللي عمرهم مثلا 7 أو 8، بينما كنت انا بتمنى اني اقوم واقدر اقعد مع ابني واخليه يكتب واخليه يتعلم وهو عمره 6 سنين. هلا اللي كانوا بيتقفقفوا لانهم عندهم يشربوا فنجان قهوه احسن من هالتعليم. وأنا بشوف مفارقات الحياة، أنا بدي أقوم، أتمنى أقوم عشان بس أجيبني الألم. فما يخلوا هذه الأسس هي اللي تسيطر على حياتهم. فالدنيا رايحة والصحة مش دائمة لحدا. وأهم إشي إنه كل واحد يضل يحس حاله بطريقة يعني دورية. فمثلا زي ما أنا الأجهزة الماموغرام ما كشفون الكانسر إلا بعد قصص كتير طويلة، فأنا بنصح كل وحدة إنها تعمل فحوصات دورية وبدل هي الفحص الذاتي، هذا أهم إشي. وأي تغير بصير على جسم الإنسان يروح يتأكد، لأنه أي تغير هو الشخص بيشعر إنه صار فيه خلل، شيء خلل معين، فلازم يتابع هذا الشيء وما يسكت على حاله، أحسن ما يكون فاتر. كيف بتشجعيهم أكثر النساء أنهم يفحصوا حتى لو ما كان عندهم إشي؟ لا، ما في إشي اسمه إنه أشجعهم ما فيش عندهم إشي. هلا كل إنسان إنه ما عندهم أعراض بالضبط. لا هلا هي كل 6 شهور كل يعني كل سنة فوق عمر معين انه المفروض انه هذه الماموغرام انها تنعمل، او كل سنتين، وفي حالات كل 3 سنين. في فحص طبيب النسائية بيعرف ايش هو للست، يعني هي قصة تشيك اب فحوصات مخبرية، يعني اي شيء بيشعر فيه الانسان خمول بيعمل فحوصات، في فحوصات مؤشر، هي بتاشر انه في خلل بجسم الانسان، فالطبيب المعني هو اللي بيوجه الواحد. يعني بعد ما خلصت العلاج الكيماوي كيف كنت اعالج حالي؟ ما بدي احكي مع زوجي ولا بدي احكي مع صحباتي، مع انه في كتير ناس دخلوا حياتي انا بقدرهم، يعني ما كانوش بحياتي من قبل، كلهم زي ام ديالا، كلهم كتير كان لهم وقفه يعني انا ما بنساها بحياتي، يعني بكلمه بابتسامه عرفتي. هلا هذا الكتاب انا عالجت حالي فيه، كتبت تقريبا اكثر من 170 صفحه، كنت بدل ما اقعد اشكي للناس طبعا الشكوى لربنا، كنت انا اكتب. أعتبر حالي قاعدة عم بعالج حالي أنا أكتب. بس خلصت العلاج الأشعة قررت أني أنا بدي أعمل كتاب،
ويكون بسيط علشان أقدر أفيد فيه ناس. الكتاب هو يعني بيحكي عن حالات اجتماعية، مش إشي أكاديمي يعني. باللغة الإنجليزية بحكي عن حالي بطريقة مختصرة، يعني إيش شعوري مشاعري علشان اللي كرهني واللي ما كان يحبني واللي كان يقول بتدلع واللي كان يقول عادي مجنونة. في كتير ناس بيحكوا عن مريض مجنون، طبعا هو الكيماوي يعني مش بس بجنن يعني. المهم اني انا كتبت هذا الكتاب عشان احاول اساعد فيه ناس، كتير ناس حزنوني. بالعربي وصفت فيه مشاهداتي اللي من مركز الحسين للسرطان، زميلي مراد سارة وصفني انا بناء على كلامي وصف خفيف هيك لمركز الحسين للسرطان. كتبت رسالة للإنسانية فيه بالعربي، طلبت منهم إنهم يرحموا مرضى السرطان، وهو أصلاً ارحموا من في الأرض، مش بس لمرضى السرطان هو لكل العالم. وكتبته بالإنجليزي لينيانت، هذا كله بيتعلق فيه بالإنجليزي عني أنا. وكتبت باللغة الكردية أكمل صفحة، خلدت ذكرى أكراد توفوا وهم لهم مكانة في قلبي. في منهم كان دكتور طبيب جوهر، هاي أول مرة بدي أحكي عنه بالميديا. الدكتور جوهر توفي قدامي أنا، انصاب بالكانسر، كان يشجعني أنا وهو انصاب هو توفى. هذا الإنسان الطبيب مدير مستشفى وكان دائما يعمل خير لمرضى السرطان، فحبيت أني أنا أخلد إكراهم. وفي إذا بتعرفي كمان الله يرحمه أبو روز، أبو روز كمان. فبس هي يعطيكم ألف عافية وبتمنى أني أشوفكم أحسن دكاترة.